خلينا نبلش نرحب بضيفتنا. بدنا نحكي نحن اليوم عن مصطلح كثير شفناه شائع بالفترة الأخيرة، وهو التنمية البشرية، لكن بالمنحى الأكاديمي يمكن في فرق بينه وبين التنمية الإدارية. وأكيد كثير من المواضيع اليوم رح نطرحها مع الدكتورة لبنى بشارة خبيرة التنمية الإدارية. يسعد صباحك دكتورة. صباح النور. صباحك حلو يا رب. يسعد صباحك. صباحك التفاؤل والاشراق لكم كمان ولجميع المستمعين والمشاهدين ولك كمان. خبرينا دكتوره عن مصطلح التنميه البشريه، يعني هالمصطلح احيانا بعض الناس فاهمينه بشكل خاطئ، خبرينا هو كمصطلح اكاديمي شو هو؟ تمام. هلا بالبدايه معظم الناس وخاصه بالوطن العربي فاهمينه بشكل خاطئ. بدايه التنميه البشريه هي تنميه مجتمعات، هدفها النهائي هو الارتقاء بحياة الفرد وبازدهار ازدهار حياة الفرد. شو معناته هذا العنوان البسيط؟ بيندرج تحته كثير من المعاني. فبالبداية كانت بفترة الحرب العالمية الثانية كانت تعني كلمة التنمية البشرية انه نهتم بالناحية الاقتصادية لنرفع المستوى المعيشي للفرد، وبالتالي ينعكس على المجتمع فيتحسن المجتمع. تمام. هلأ من 1970 تغير هذا المصطلح، وقت دخل عليه مفهوم أكبر اللي هو الارتقاء من أجل الرفاهية. تمام. معناته الرفاهية هي بتتطلب يكون في صحة، طبعا بالإضافة لأنه ما يكون في فقر، يكون في تعليم، تكون في صحة، يكون في حياة اجتماعية مناسبة، ثقافة معينة. فمعناته صار أشمل وأوسع وأكثر أهمية ويلامس كل شرائح المجتمع. فهي التنمية البشرية بالمعنى الصحيح. لكن المعنى الخاطئ والدارج بالوطن العربي هو أنه التنمية البشرية هي الدورات اللي بنسمع فيها عن تطوير الذات. لا، تطوير الذات هو موضوع منفصل تماماً عن التنمية البشرية. اسمه تطوير ذات، يعني شخص ممكن لحاله أو نحن نحسنه، لكن نحن ما بنكون الهدف النهائي نشوف الأثر على المجتمع. أما التنمية البشرية هي هدفها النهائي المجتمع عن طريق أفراده. تمام؟ هلأ إذا منلاحظ أنه أهداف التنمية المستدامة حتى اللي حطتها منظمة الأمم المتحدة حالياً لغاية 2030 بتتضمن البيئة والمناخ، معناته هي مو بس أمور مرتبطة بفرد، هي بمجتمع، لكن هالمجتمع لا يرتقي في كتير نواحي مرتبطة فيه بدنا ننتبه عليها. فمعناته التنمية البشرية بمصطلحنا الدارج هي تطوير الذات، لكن هذا مفهوم خاطئ. خاطئ لأنه نحن بدنا تنمية بشرية، تنمية مجتمع. تمام. مثل ما ذكرتي حضرتك كثير في فرق اليوم بين الدارج وبين المصطلح الاكاديمي، ايضا خلينا مثل ما ذكرنا بالمقدمه رح نعرف اكثر عن المفهوم ومصطلح التنميه الاداريه، وهل في رابط بينه وبين التنميه البشريه؟ تمام. كمان هون في خطا ثالث بيصير بين هدول المصطلحات، انه بيعتبروا انه هي مثل هي. لا ابدا، الثلاثه كثير مستقلين عن بعض. التنميه الاداريه شو معناته؟ انه اول شيء كلمه تنميه هي في عندنا حالة سيئة وبدنا نطورها، بدنا نحسنها، هي لحالها كتنمية. الإدارية تعنى بعمل المنظمات، المنظمات سواء كانت خاصة أو حكومية أو أهلية شو ما كان، يعني قطاع عمل. نعم. هلأ نحن بنعرف هلأ وين وجه التشابه بقى وليش بيخربطوا العالم، لأنه المنظمة هي مجتمع صغير لكن هو خصائصه محددة وهو أقل شمولية من المجتمع الكبير اللي منعيش فيه. ففي شغلات بالمجتمع الكبير بالحياة لا تتوفر في العمل في المنظمات أو الشركات أو الوزارات وما بنحتاجها. فإذا التنمية الإدارية بتصير هي تعنى بأمور ترتبط بالتنمية البشرية كأشخاص، أنه تطويرهم وتأهيلهم ومهارات وتدريب، لكن يضاف إليها نواحي تهتم بشو؟ بالهياكل التنظيمية، بتمثيل العمل، بتبسيط إجراءات. فبيصير أنه في تقاطع، ما في فرق كامل، ما في اختلاف كامل، لا في تقاطع بالنواحي التي تعنى بتطوير الفرد من حيث المهارات والمعارف والتدريب والتأهيل. أما غير ذلك هو كله مختلف. هذا إذا قارنا بين التنمية الإدارية والتنمية البشرية.
تمام. طيب يمكن كثير بتتضمن اهداف ويمكن بتتضمن رسائل مثل ما قلنا التنميه البشريه لتطوير قدرات الفرد مثل ما قلنا. خبرينا يعني الاهداف الاساسيه للتنميه البشريه شو هي؟ بالبدايه كان الهدف الاساسي هو انه نحن نرفع المستوى المعيشي للفرد. كيف؟ مثلا نحسن الدخل، نعطي حوافز بأماكن معينة بفترات معينة أو ظروف معينة، نعلمه على شيء ليقدر يستمر بالحياة. فالتنمية هي من أجل تمكين الفرد للاستمرارية بالحياة. كيف منمكنه وكيف بيرتقي بحياته؟ بأنه نعلمه مهنة أو حرفة، فزدنا معارف أو مهارات أو خبرات، كل هاي النواحي هدول زدناهن، أو إذا بجنب مستقل أعطيناه مبلغ مادي. تمام؟ فإذا يا أما مكناه من خلال المبلغ المادي أو المعارف والمهارات والقدرات، هي جانب، فقدمنا له هذا الشيء صار عنده القدرة. تمام؟ هلأ القدرة هي يا بتترجم على أرض الواقع ليعمل مشروعه ويستمر فيه، يا ما بتترجم. تمام؟ فمعناته أول شيء هي تحسين المستوى المعيشي، هي واحدة من الأهداف. والبيجي أول شيء حتى قبله اللي هو القضاء على الفقر. ليش؟ لأنه عندنا بهرم ماسلو شو أول الحاجات الغذائية. تمام، الحاجات الغذائية. فأنا إذا ما عندي حاجات غذائية لا بدي روح على تحقيق الذات ولا صحيح. تقدير الآخرين ولا غيره. فأنا بدي بلش من بداية الهرم اللي هو بيقول أنا بدي المأكل والمشرب الغذاء. فهون معناته بدنا نقضي على الفقر وعلى الجوع، كمان معاها مترافقة مع الناحية الاقتصادية اللي حكيتها، بنقضي على الفقر. بعدين بدنا نهتم بالصحة. فإذا هي أهدافها الأساسية والدائمة للتنمية البشرية. هلأ كل مرة يضاف عليها هدف جديد بناء على شو؟ على متغيرات البيئة اللي عم نعيش فيها. كمان بيختلف الموضوع التنمية من دولة لأخرى. ليش؟ لأنه احتياجاتي بسوريا تختلف عن احتياجات الأشخاص فرضا بأوكرانيا حاليا، تختلف عن احتياجاتهم بليبيا. فلذلك الأهداف هي صح مشتركة لكن أولوياتها مختلفة. يعني ضرورة والحاجة الملحة لها ممكن تكون مختلفة، لأنه ممكن يكون في دول اللي مثل سوريا عانت مجموعة من الأزمات اقتصادية سياسية ثقافية اجتماعية، فبحاجة لكتير تنمية بنواحي. بينما في دول هي مثلا عانت فقط لنقول أزمة ثقافية، هون بتكون التنمية مختلفة. صحيح. تمام. فلذلك الأهداف الأساسية مشتركة لكن الأهداف الثانوية مختلفة بتكون. تمام. كتير مهم نسألك عن المواضيع اللي بتركز عليها اليوم التنمية البشرية بالمصطلح الشائع اليوم، نشوف عناوين خلابة مثل كيف تصبح غنيا، كيف تصبح محبوبا او محاطا بالاصدقاء. صحيح التنميه البشريه بتركز على هي العناوين؟ هذا انا كثير مبسوطه انه سالتيني، لانه هذا تماما هو الخطا الشائع، لانه هي المواضيع هي تطوير ذات اسمها وليست تنميه بشريه. التنميه البشريه هي مشاريع على مستوى شرائح كامله، لو تضمنت هذا الموضوع لكن بتكون على مستوى شرائح لنقدر نحصل على نتيجة نقدر نقيسها ونقول فعلا تطورنا أو نمينا. أما أفراد متفرقين وبأماكن موزعة وما في متابعة لإلهم بيكون هذا الموضوع غير صحيح. فمواضيع التنمية البشرية هي التي تعنى بالفقر بالجوع، هي كالمصطلح الصحيح والحقيقي. المواضيع التي تعنى بالتعليم، بالصحة، بالأسرة، ثقافة الأسرة والتربية والتعليم، هاي الأمور كلها. أما المواضيع الثانية كيف ممكن ندخلها لنستفيد منها، اللي تفضلتي عليها هاي المواضيع، لنستفيد منها كتنمية بشرية. أول شيء أنا بدي أقول في عندي ثلاث مكونات أساسية لعمل، لأي عمل، سواء تنمية أو عمل إذا أنا بدي روح أشتري غرض من السوق. يعني على بساطة هذا المثال وعمق المثال الأول بيتشابهوا بكل بثلاث مكونات اللي هن: اول شيء بده يكون عندي القدره. القدره التنميه شو بتعمل؟ بتعطينا مهارات، معارف، خبرات او تمكين مادي، ممكن تمويل. فانا اتشكل عندي هي المكون الاول اللي هو القدره. طب انا عندي مصاري مثلا وعندي معرفه،
بس ماني حابه انا ادرس هذا الفرع مثلا، او مو حابه اعمل هالشغله او هالمشروع، فاذا ما في رغبه، فلازم يتوفر عندي اولا القدره، ثانيا الرغبه. الرغبه كيف بندعمها؟ بموضوع تطوير الذات وهي الدورات، بموضوع التحفيز، التمكين، تنظيم الوقت، يمكن التنظيم واداره الوقت، هي الامور كلها. طيب بيجينا لسه عنصر ثالث، مثل في عالم بتحب تعمل شغله او تسافر، كله نفس المبدا، المكونات الثلاثه تنطبق على كل هي الامثله، سواء تنميه بشريه على مستوى المجتمع او على مستوى قرار صغير. قدره وحكينا مكوناتها، خبرات ومعارف ومهارات، رغبه عندي الدافعيه والحافز، والسعي والالتزام. يعني انا بدي سافر، عندي المصاري وعندي التيكت وفي حدا كفلاني برا بقدر روح، وعندي الرغبه بس ما رح تقدمت، معناته انا ما سعيت، ما التزمت باني اشتغل وتابع، ما طلع لي الجواز سفر، فما فيني روح. فاذا اي عمل بالحياه، تنميه بشريه او غيره، بده هدول ثلاث مكونات، قدره ورغبه والتزام، سعي ملتزم مستمر. يعني هلا بهدول العناصر الثلاثه بتتحقق التنميه البشريه. بالتنميه كيف انا بدي اخلي الشخص عنده سعي والتزام؟ لما نعمل مشاريع تنمويه، وهذا الخطا الاساسي اللي بتوقع فيه معظم المنظمات، ما بيكون في متابعه. كيف انا لما تابع افتح مشروع لشخص، اعطيته تمويل بسيط واهلته، اعطيته ماكينه خياطه مثلا لمجموعه اشتغلوا وهن عندهم رغبه، طب انا كيف بدي اضمن انه استمروا في متابعه، او ما باعوا المشروع لحدا ثاني وتصرفوا بمصاري؟ انا بعمل لهم متابعه وبعمل لهم تحديد اولويات واداره للوقت وتنظيم عمل. هذا الشيء بيخلي في عندهم التزام، التزام لو كان هو تحت الإشراف بالبداية، لكن مع الوقت لما يحصلوا على مردود بيصير فيه هو التزام برغبة، بالتزام ذاتي بيصير، مو تحت إشراف الجهة المانحة لنقول. نعم تمام. دكتورة، طب نحن اليوم بسوريا قد ايه بحاجة للتنمية البشرية؟ يعني عم تحكي عن مشاريع صغيرة لتمويل الأفراد لزيادة الإنتاج، رغم أنه بعض العناصر الأساسية للتنمية غير متوفرة حالياً بالظرف الموجودين فيه. هل ممكن أنه تطبق التنمية البشرية بالظرف الراهن بسوريا؟ إيه أكيد طبعاً. ليش؟ لأنه من يحتاج للتنمية هي الدول اللي فيها ضعف، اللي فيها مرت بأزمات، بأحداث، بنواحي دمرت قطاعات عديدة، فهي هي الدول هي الأكثر حاجة لموضوع التنمية. لأنه ما بنشتغل تنمية بدول متقدمة، بنشتغل ممكن تطوير، ممكن إبداع، ننتقل لمرحلة أعلى. أما هون فنحن بالفعل كتير بحاجة. هلأ هل ينجح، تنجح التنمية عنا أو لا؟ كحاجة بحاجة نحن، أما هل تنجح؟ إلى مقومات، يكون في رقابة، يكون في إشراف، يكون في أشخاص هن مختصين، والأهم من ذلك تكون ضمن منهجية لتوصل لهدف. ما أعمل مشاريع متفرقة ما بتعطيني تغذية ككتلة متكاملة بتنهض بالمجتمع بمجال معين. الأمور المتفرقة دائما لا تظهر، ممكن تنعكس على الفرد لوحده، أما كتنمية بشرية تنعكس على المجتمع ما بتنعكس. نعم. خلينا كمان كونه عم نسقط على الحالة السورية، من الشرائح اليوم برأيك لازم تكون مستهدفة بالمرتبة الأولى بما يخص موضوع التنمية البشرية؟ هلأ نحن دائما أنا بقول لازم نشتغل على مستويين. المستوى الأول هو المباشر اللي نتائجه حالية، لأنه نحن بحاجة فعلا لتحريك العجلة المتوقفة نحن حاليا. والمرحلة الثانية هي اللي نشتغل على بعد استراتيجي شوي مع شرائح ممكن هن يدعمونا ويقدموا لنا بالمرحلة المستقبلية. فإذا في عندي حالتين، الشرائح المستهدفة اللي هن حاليا الشباب اللي أنا ممكن أعمل أشتغل معهم مشاريع مباشرة، أهلهم ودربهم وأعمل لهم أفتح لهم هاي المشاريع واشتغل على الجيل الشريحة الفتية. ليش؟ لأنه الفتية هي اللي بالمستقبل بدها تصير الشباب وبدها تنهض لي بالمجتمع. فإذا هلأ ضمن هدول الشريحتين، اللي واحدة بتعطيني نتائج مباشرة، واحدة بتعطيني نتائج على المستوى البعيد البعد الاستراتيجي، أنا في عندي شرائح هشة. هاي الشرائح أنا ما فيني إلغيها، لازم كتير اهتم فيها، لأنه هي عددها كبير بالمجتمع، اللي هن مثل الجرحى، مثل مصابين الحرب اللي انصاب بقذيفة هو وراي على بيته أو غيره، هدول كمان عددهم كبير. في عندي المشردين
ففي او في عندي السيدات المعيله لاسرها لما فقدت ازواجها او المعيل ابنها الكبير او كذا، فصارت هي بدها تعيل الاسره. فهدول كمان الشرائح انا كثير لازم اهتم فيهم لانه لاقدر خليهم يستمروا بالحياه. انا ما بدي طورهم ليكونوا هن العنصر الفاعل لإلي مستقبلا، لكن بدي اهتم فيهم ك لنقول شؤون اجتماعيه. صحيح. تمام. طيب بما انه عم نحكي عن اهميه التنميه البشريه، ليش ما بنلاقيها كثير فاعله بالمؤسسات الحكوميه بالمنظمات او اللي عم ترعى مشاريع معينه؟ دائما عم بيكون في خلل معين، هل هو بسبب عدم وجود اخصائيين من التنميه البشريه؟ يعني شو الخلل اللي عم بيصير مع انه عم نشوف بعض المشاريع عم تكون موجوده لكن دائما في خلل بسيط عم بيكون؟ لا والله خلل كبير، خلل انا كبير. بلاقي بشو بيكون؟ لأنه هو مين القائم على التنمية؟ هنين كل الجهات الأهلية والحكومية والمنظمات. فالخلل نحن ما عم نوجهه أو نحمله لجهة معينة، لا هو الكل بيتحمله. ليش؟ أولا لما يكون في عندي لأي مشروع لازم يكون في عندي هدف. هل الهدف واضح؟ هذا أول سؤال. طيب الهدف واضح لنعتبر الخطوة اللي بعدها، هل الإجراءات اللي حطيناها لتنفيذ هذا الهدف قابلة للتطبيق؟ لنعتبر صح. هلا هي كلها مشاكل، يعني هي كلها ممكن يكون فيها خلل، بس نحن لنقول اعتبرناها صح لنقدر نكمل بالخطوة اللي بعدها. الخطوة اللي بعدها، هل التنفيذ صحيح؟ كمان عم نلاقي بجوز ما هو صحيح. هل التنفيذ موجه للشرائح المستهدفة أم لا؟ هل التمويل المعطى لهؤلاء الشرائح كافي للقيام بهالمشروع أم لا؟ طيب هل تم متابعة المشروع بعد تنفيذه لنتأكد ونثق بأنه المشاريع حقيقية أم وهمية أم لا؟ فإذا في عندي مجموعة من المعطيات هي حلقة متسلسلة مثل دراسة أي مشروع بالحياة، مثل التخطيط الاستراتيجي سواء على مستوى دولة أو على مستوى فرد، في بده يمرق بهي المراحل. كل مرحلة إذا كان فيها خلل تؤثر على باقي المراحل كلها. إذا كان الخلل بتحديد الهدف فمعناته ما ننظر للتنفيذ. صحيح. لأنه أكيد بده يكون في انحراف كبير. فمعناته وين الخلل؟ الخلل أنا من وجهة نظري موجود بكل المراحل اللي ذكرتها لكن بنسب متفاوتة. طيب هيك بالوقت المتبقي دكتورة خلينا نعطي نصائح اليوم ممكن توجهيها بما يخص موضوع التنمية البشرية، ممكن لجهات ممكن لأفراد أو لأشخاص عم يدربوا على أرض الواقع. هلا اشخاص ما في عندنا بيدربوا تنميه بشريه لسبب، لانه في عندنا اشخاص بيدربوا تطوير ذات تطوير افراد. التنميه البشريه تقوم فيها جهات كبيره وعلى مستوى كبير وعلى مستوى مجتمعي. هي مشان نحدد انا لمين بدي فرضا اعطي اذا نصيحه او يعني مصطلحات فيها قيمه ذات قيمه. اولا لازم تجتمع هي الجهات لتقول شو أولوياتها. ليش؟ مشان ما يكون في ازدواجية بالعمل، ما يشتغلوا على نفس الفئات بنفس الوقت وتتكرر فيكون في حلقات لم يتم تغطيتها، وفي عندنا كثير حلقات غير مغطاة حاليا كتنمية بشرية. فإذا نحن أولا بده يكون في عندنا اتفاق على كل فئة مين بدها تستهدف، بعدين كشرائح، بعدين كمناطق، بعدين كمهن. لانه اذا كلهم دربوا حلاقه وفتحوا لهم مشاريع مشان يقدروا، معناته انا صار في عندي فائض بالسوق. تمام. لا انا بدي اوزع حتى المهن، بدي اعرف انا شو حاجه السوق واعرف شو المشاكل اللي عندي بالمجتمع وانا سد ثغراتها. مو انا بخطط لحالي بقول لا يلا بعلم هدول هيك وهيك، لا انا كيف بدي استفيد؟ بحط المنتج البشري اللي انا خرجته من عندي بحطه بالمكان المناسب. مثل ما بنشوف كثير حالات بيفتح محل فرضا صيانه موبايل بيفتح حده 10، هذا خطا، لازم يكون في توزع جغرافي صحيح. نفس الشيء للمهن، نفس الشيء لاي شيء بالمجتمع. هي من ناحيه اذا نحن عم نقول عم ننميهم على مستوى المشاريع مشان يتمكنوا من انه يجيبوا ايراد، لكن انا ممكن ننميهم وهذا الشيء بنشوفه على ارض الواقع، على من ننميهم في تنميه بشريه على مستوى التعليم، هو اللي بتشتغل فيه وزاره التربيه طبعا مع الشكر الكبير لها بمنهاج الفئه ب، هذا اسمه تنميه، لانه هدول الفئه طلعت من التعليم تسربت فهن كملوا لهم النقص
نعم. بطريقة مناسبة، فمعناته في شيء جيد لكن في نواحي بحاجة إلى تطوير أو مزيد من العمل كبير. أكيد. فأنا اللي بتمنى أنه يكون في منهجية تتوزع فيها المهام والأعمال بين قطاع الحكومي والأهلي والمنظمات لنحصل على نتائج تصب بهدف واضح. نعم. احنا بنتشكرك دكتوره على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، وان شاء الله بالايام القادمه بنلاقي فعلا في منهجيه واليه جيده للتعامل مع موضوع التنميه البشريه واسقاطها على الافراد لفعلا تنعكس بشكل ايجابي على المجتمع. شكرا لوجودك شكرا معنا. شكرا لكم، وبتمنى لكم نهار حلو. نهارك حلو. دكتوره لبنى بشاره خبيره التنميه الاداريه، شكرا لوجودك معنا لليوم. شكرا لكم.